أنا بقدر أقول جملة قد تكون اعتراضية في الكلام اللي بقوله، الإيمان بالله وحده بدون يسوع المسيح يؤدي إلى الجحيم. لأن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يبقى كل من يؤمن بأن الله واحد بس، نحن نؤمن أن الله واحد بس، ما فيش حد هيقدر يوصل لهذا الإله الواحد بدون يسوع المسيح. في يوحنا 14 الآية الأولى لما المسيح بيتكلم مع التلاميذ أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. نعم. يعني ربط هذا الإيمان الواحد بالله الأب والله الإبن. نعم طبعا. عشان كده الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية صح 4 يقول ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما في الهالكين، فإنما مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. ليش؟ لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فالشيطان عايز يعمل إيه؟ يودي ناس قناعة ويعتم على أذهانهم بظلمة معينة ما يقدروش يخرجوا براها. أدعوك عزيزي المشاهد أن لو عندك هذه الظلمة وعايز تعرف الحق ادعو الرب يكشف لك وينير عقلك. ولما ينير عقلك بدل ما الإنجيل يبقى مكتوم، لا، يشرق نور المسيح ومجد المسيح فتعرف الله الحقيقي فتتغير وتترك الإيمان الشيطاني لتقبل إيمان الله الحقيقي.